اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى واعتدت على حشود المصلين بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات. هذا وشهد المسجد الأقصى مواجهات متعاقبة داخل باحاته ومرافقه بعد إدخال قوات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين واستخدامها قنابل الغاز لتفريق المصلين والمرابطين الذين احتشدوا لصد تلك الاقتحامات. تكبيرات امتزجت بصوت القنابل، شكل العيد في القدس، قنابل صوتية تدوي، غاز مسيل لدموع يتناثر، هروات تضرب على الرؤوس. إنها صورة المشهد في المسجد الأقصى. ضربوا الشباب وما حد كانت واقفة سلمية، والكل كان قاعد وبنكبر بنهلل للعيد، وهم هجموا علينا زي الوحوش وضربوا قنابل، ضربوا على الأولاد، على الختائر، على النسوان، وخلوهم كلهم يطاردوا، صاروا إصابات، واللي بإجري واللي انحرق واللي مطاط والقنابل الصوت، مش رحمين ولا حدا، مع إنه ولا حدا كان عامل إشي. مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في باحات المسجد، مشهد لا يردع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته عن السماح للمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى. في الوقت الذي نبكي فيه خراب الهيكل فإن الوقت قد حان كي تقرر الحكومة الإسرائيلية دخولنا القانوني بدلا من توافدنا في مجموعات على بيت المقدس. عيد بدأ بالتكبيرات في الحرم الشريف وابتسامة أبى إلا أن يحولها الاحتلال إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين، اعتداء طال النساء والشيوخ والصحفيين، كلهم سواسية أمام آلة قمعهم إن كانوا فلسطينيين. التواجد في القدس وفي شوارع القدس وفي الأقصى المبارك هو أكبر إعداد اللي ممكن أهل بيت المقدس إنه يعدوه لحماية المسجد الأقصى وحماية القدس. صورة يرد عليها الفلسطينيون دوما بالرباط في المسجد، مشكلين سدا منيعا بأجسادهم لمنع تقدم شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود في باب المغاربة، باب أرادوا فتحه في عيد أصحاب البيت لمن لا يملكون حجرا هنا، هكذا يقول الفلسطينيون. تصعيد يسيطر على صورة المشهد مع طاء نتنياهو الضوء الأخضر للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى. مواجهات يستعمل فيها الاحتلال القوة المفرطة تجاه المصلين لتمرير مطامعهم في تهويد الزمان والمكان. فمشتاوى العربي، القدس المحتلة. والآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القدس المحتلة يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين في القدس الشريف. أستاذ يوسف مساء الخير، مرحبا بك. ما الذي أراد الإسرائيليون اليوم تحقيقه من خلال الاقتحامات في يوم العيد؟ نعم، نفس ما تسعى إليه الإدارة الإسرائيلية الخبيثة، المؤسسة الأمنية التي تقود هذه الاقتحامات، من تكريس للسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، رغم أنه يوم عيد، رغم أنه كانت هناك دعوات لحشد عشرات الآلاف، أعتقد وصل اليوم عدد المصلين في صلاة عيد الأضحى إلى 100,000 مصلٍ، ما بين شيخ ورجل وامرأة وطفل. هذا عيد يتوافد الناس فيه للصلاة في المسجد الأقصى الذي يحبونه ويريدون التمسك به والذود عنه وصد الاقتحامات الخبيثة التي تخطط لها المؤسسة الإسرائيلية صباح مساء. وبالطبع أرادت المؤسسة الإسرائيلية تكريس مرة أخرى الأمر الواقع بالقوة، بالقوة العسكرية المفرطة، ورغم وجود 100,000 فإن لديهم من القوة من الغاز ومن الهراوات ومن الرصاص المطاطي ومن الأساليب والقهر الأمني ما يمكن دحر هذه القوة لتكريس بضع حفنة من المستوطنين الغرباء من دخول المسجد الأقصى وتدنيسه رغما عن الأمتين العربية. سيد يوسف، حتى نفهم يعني عقلية الإسرائيليين في هذه المسألة، مسألة الاقتحامات، هل هذه الاقتحامات يسمح بها من قبل الحكومة الإسرائيلية رضوخا للضغوط التي تشكلها الجماعات المتطرفة اليهودية والمستوطنين هناك، أم أنها ورقة تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لاستفزاز المقدسيين والفلسطينيين؟
لا يدور الأمر عن استفزاز المقدسيين بقدر ما يدور الأمر عن تثبيت أمر واقع لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية وكأنها قد أحكمت سيادتها على القدس كاملة إلا فيما يتعلق بالجزئية التي المنوطة بالمسجد الأقصى والأمر الواقع به من موضوع السيادة الإسلامية عليه أو موضوع الإدارة الإسلامية المتفق عليها في وادي عربة والموافق عليها أيضا فلسطينيا بأن تكون الإدارة للأوقاف الإسلامية الأردنية في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس لتتبع للإدارة الأردنية. الإسرائيليون يحاولون سحب البساط من تحت هذه الاتفاقية وإحداث تآكل في الأمر الواقع وإحداث تآكل في الوصايا الأردنية على المسجد الأقصى، وهي وصايا يعني إسلامية نحن نحبذها ونريدها، لأن البديل هو اقتحامات يهودية وتغول إسرائيلي عنيف في المسجد الأقصى والمقدسات واعتداء على حرية العبادة. هذا المسجد الأقصى هو خالص للمسلمين، هو المسجد الأول الذي توجهت إليه الصلوات للمسلمين، وهو ثاني مسجد بني على الأرض، وهو المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال. رغما عن ذلك شكرا جزيلا. الإسرائيليون يحاولون تقسيمه زمانيا ومكانيا. شكرا. هذا ما نرفضه وسنواصل التصدي له. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين في القدس الشريف من القدس المحتل. ولكم أيضا. التصعيد الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى أثار على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من ردود الأفعال. الزميلة مها رزق ترصد لنا هذه الردود. مها إليك. نعم بدر، تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين ودول عربية مع آلاف المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى بعد أن شهد أول أيام عيد الأضحى مواجهة مع قوات الاحتلال إثر اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، ما أدى لإصابة العشرات. وانتشر هاشتاغ عيدنا رباط لفضح جرائم الاحتلال وتحشيد المرابطين في مواجهة الاقتحامات. يقول الصحفي الفلسطيني تامر المسحال، في الأقصى يؤخرون صلاة العيد لمواجهة اقتحام المستوطنين، وفي غزة مقاوم يشتبك عند الحدود، هنا صباح العيد في فلسطين. وتناقل الناشطون فيديو قمع الاحتلال المرابطين العزل بقنابل الغاز، لنشاهد معا هذا الفيديو. وقال الناشط أدهم أبو سلمية متسائلا في تغريدة، الأقصى يا مسلمين، الأقصى في قلب من اليوم؟ اللهم انصر أقصانا وانصر المرابطين على بواباته. واشتكى شيخ مقدسي تخاذل الأنظمة العربية التي سارعت وتيرة التطبيع مع الاحتلال فيما يواجه المسجد الأقصى حملة تهويد شرسة. لنتابع ماذا قال. هلا انا راجع لك هذا يوم عيد الله، يوم عيد الله في هذا المسجد مشان يجيب حلوج اليهود يحطوهم هين. حسبنا الله ونعم الوكيل في شيء ابو ظبي، حسبنا الله ونعم الوكيل في شيء السعوديه، حسبنا الله ونعم الوكيل في مصر يا السيسي. وقال مغرد آخر مؤمن زعيتر وقال، كالعادة يقف أهل القدس وحدهم في مواجهة الاعتداءات الصهيونية. وأيضا غرد عبيدة رزق وقال، المتطرف يهودا جليك صديق محمد سعود الصهيوني على رأس القطيع الذي اقتحم الأقصى قبل قليل. هذا أبرز ما رصدناه، وعودة إليك بدر. شكرا جزيلا لك.